أكد محافظ القاهرة إبراهيم صابر حرص الدولة على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضرية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة. وأشار المحافظ إلى وجود متابعة دورية للمشروعات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها. كما أكد محافظ القاهرة حرص الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واع من القاطنين في هذه المدن المتطورة.